فنانون اتجهوا للإخراج السينمائي، آخرهم الفنانة درة. احتفلت الفنانة درة بخوضها تجربة الإخراج للمرة الأولى من خلال فيلم وثائقي يحمل اسم وين صرنا والمقرر عرضه قريبا، ونشرت صورا لها من كواليس الفيلم عبر صفحتها بإنستغرام، وكتبت: بعد التفكير والخطوات الأولى منذ شهور ثم التصوير والمونتاج الذي لا يزال مستمرا، أود أن أشارككم هذه التجربة المختلفة والأقرب إلى قلبي. خطوة درة الجديدة أعادت إلى أذهان الجمهور أسماء نجوم اتجهوا أيضاً إلى عالم الإخراج، فمن نجوم الزمن الجميل الفنان الراحل يوسف وهبي الذي أبدع في الإخراج والتأليف وقام بإخراج أكثر من 40 عملاً ما بين سينما ومسرح، وكذلك الراحل أنور وجدي الذي خاض تجربة الإخراج أكثر من مرة وقدم عدداً من الأفلام البارزة. الفنان حسن يوسف أيضاً أخرج أكثر من 9 أعمال خلال مسيرته الفنية. أما النجوم الراحلين كمال الشناوي ونور الشريف والفنانة ماجدة فقد خاضوا تجربة الإخراج السينمائي مرة واحدة خلال مسيرتهم. ومن النجوم الحاليين فقد خاض النجم تامر حسني تجربة الإخراج والتأليف لفيلمه بحبك، كما خاض الفنان ظافر العابدين تجربة الإخراج أكثر من مرة، الأولى لفيلمه غدوة والثانية لفيلمه إلى ابني.